السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لين نعدل معاكم بفيديو في شيء من المعلومات. كما تعرفوا انه صبح يوم السبت، وهذا في حدث كبير في بريطانيا. هذا الحدث يتعلق بتنصيب الملك تشارلز الثالث، اللي ستقوم هذه الاحتفالية بحضور كثير من دول العالم. يعني تم استدعاء نحو أكثر من 200 شخصية عالمية حول العالم لحضور هذا الحفل. في كثير من البريطانيين مشاوا من مدنهم البعيدة والقرى، مشاوا وباتوا في الشوارع وباتوا في هذه المناطق، يعودوا الصبح قريبين جدا من أماكن الاحتفالية. أريد فقط لأني أذكركم عن الرئيس محمد الشيخ الغزواني، أنه أيضا حاضر في هذه الاحتفالية. لكن قبل أن نتحدث عن هذه الاحتفالية، خلوني نعطيكم معلومات شوي عن بريطانيا، ربما تكون أول مرة تسمعوها. بريطانيا، المجتمع البريطاني عنده خلفية قانونية، يعني من المجتمعات جدا حريص جدا على مسألة القوانين وتطبيق القوانين وغير ذلك. بريطانيا تاريخيا ساهمت بشكل كبير في سن قوانين ودساتير العالم، يعني بشكل مختصر جدا كان لها الدور البارز جدا في صياغة قوانين ودساتير كثير من بلدان العالم. لكن المشكلة منين؟ المشكلة عنها هي ما عندها دستور، أن بريطانيا لا تملك دستور. لا يوجد أيضا في بريطانيا عيد وطني مثل ما تحتفل باقي دول العالم بيوم وطني. بريطانيا لا يوجد لديها عيد وطني. خلونا نتكلم عن أبرز المعالم الموجودة في بريطانيا. أبرز المعالم الموجودة في بريطانيا هو قصر العائلة المالكة في قلعة وينزا. هذا القصر يعتبر من أقدم قصور العالم. بإمكانكم الذهاب إلى الجوجل والبحث عن هذا القصر. المعلم الثاني الأكثر أهمية بعد قلعة وينزا تأتي الكنيسة البريطانية. هذه الكنيسة أيضا عندها قصة كبيرة جدا. تأسست بعهد الملك هنري. الملك هنري أراد أن يتزوج زوجة ثانية، ولكن الكنيسة في روما منعته من ذلك، فقرر أنه ينشأ كنيسة في بريطانيا. وهذه الكنيسة من خلالها استطاع أنه يضع قوانين، واستطاع أنه يسن ما يريده. فعلا تزوج 6 نساء. أهم المدن في بريطانيا لندن. لندن تعتبر مركز أساسي من مراكز المجال البيانات، يعني المجال في البيانات متقدمة جدا، وكل سنة يجيها الكثير من دول العالم المهتمة بهذا المجال. أيضا تستهدف بشكل كبير جدا من رجال الأعمال أغنياء العالم، يعني أثرياء العالم في كل جغرافيا اللي على البسيطة يستهدفين لندن بشكل أساسي ويقيمون فيها. معلومة أخيرة قبل أن ننهي هذا البث، لا أريد أن يكون طويلا، هو أن وزارة الداخلية لا تعتبر الجنسية البريطانية حق، تعتبرها تشريف. يعني بإمكانها أن تعطيك الجنسية، ولكن بإمكان وزارة الداخلية أن تنزع منك الجنسية إن تشوف ضرورة في ذلك، طبقا دون أن ترجع لأي شيء، مثلا دون أن ترجع لقضاء أو شيء. هذا أيضا من القوانين اللي تم تشكيله في الفترة الأخيرة. المواطن البريطاني، لنختم بهذه المعلومة، المواطن البريطاني اللي يمشي مثلا عن بريطانيا ويجلس موريتان ويعيش فيها فترة من الزمن ويعود، عاد يبقى يرجع لبريطانيا يعيش، ما يستفاد من المال العام ولا يستفاد من الخدمات العمومية، من الصحة والتعليم كذلك. لا بد له يمضي فترة حتى يقنع وزارة الداخلية عنه جاي ده يسكن ويعود، من فم يجبر ذوك البنفيت اللي هما الدراسة وغير ذلك. فقط بمناسبة تتويج تشارلز الثالث غدا، أردت فقط أن أشارككم هذه المعلومات. يجب يعود خروجه عند واحدين منكم، ولكني أنا فقط أردت أن أشارككم. السلام عليكم ورحمة الله.